السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تلاحظون بعد تجهيز المواسير الخاصة في هذا الكولر يبدأ عملية توزيع الكولر إلى عدة مجموعات كما تلاحظون في الصورة. هذا مكان الدخول وهنا مكان الخروج. لاحظوا هذه مجموعة وهذه مجموعة. الساعات الكبيرة عندما تكون لدينا ساعات كبيرة يمكن تقسيم الكولرات إلى عدة مجموعات متساوية، يجب أن تكون هذه مساوية لهذه، متساوية كامل. كما تلاحظون هنا يتم تركيب اليوات ومن ثم يتم التلحيم. كما تلاحظون في هذا، هذا تم التوزيع، وهذه ماسورة، هذه ماسورة الراجع وماسورة السحب. يتم تجميع المواسير كامل بهذا الشكل إلى هذا المكان. كما تلاحظون في الصورة هنا معنا، هذا مكان الدخول. سيتم تركيب الناشر، سيتم تركيب الناشر عليه، وسيتم الجزء الثاني شرح طريقة تجهيز الناشر وطريقة اختياره بشكل تفصيلي كامل. طبعا هذه المبخرات، المبخرات العارية التي تستخدم في مصانع الثلج، يعني بدون زعانف وإن شاء الله. أصبح المبخر جاهز لحيث التلحيم والتوزيع. أهمية هذا التلحيم وهذا التوزيع مهم جدا للمبخرات، لأن هذا المبخر هو الجزء الأساسي في دائرة التمرين الذي يتحكم في التمرين. المبخر يحدث التبخر لسائل وسيط التمرين، لذلك يجب أن يكون المبخر عبارة عن دوائر. كما تلاحظون هذا عبارة عن دوائر متساوية حتى يتدفق وسيط التمرين بشكل جيد. طبعا يتم تقسيم المبخر حتى تتساوى سعة المبخر وتكون ثابتة، بحيث يتم توزيع الفريون بشكل متساوي. طبعا لضيق الوقت، وتعرفون ويعرف الفنين جميعا ان هناك صعوبة في تسجيل اثناء العمل والتصوير كذلك بسبب الضجيج، وكذلك احيانا بسبب ظروف العمل نفسها. ونحن في اليمن لنا ظروف كثيرة، الانطفاء للكهرباء والاضاءة وكذلك القات مشكلة والله لو تشوفوا، او احيانا اخلص القات واطرحه على جنب بعدين اسجل الصوت، واحيانا يجي الهاجس اللي بعده وانا مخزن. المهم مشاكل، لكن لا علينا، ربنا ان شاء الله يصبرنا. لا تنسونا من الدعاء بمواصلة مشوارنا ان شاء الله، ودعواتكم لنا بالتوفيق ان شاء الله. طبعا لأهمية هذا الموضوع، المبخرات معروفة هو الجزء الذي يتحكم في دورة التبريد، ففي المبخر يتبخر سائل وسيط التبريد من ما يعمل على امتصاص الحرارة. طبعا سيمتص الحرارة من الماء الملحي، هذا نتكلم الآن على المبخر الموجود أمامنا الآن، لأنه سيركب في مصنع ثلج. والوسيط الذي يقوم بعملية التبادل الحراري هو الماء الملحي. طبعا يجب مراعاة أشياء مهمة عند تصميم هذه المبخرات. يجب أن يكون المبخر مصمم ومركب بشكل صحيح حتى يتدفق وسيط التبريد بسرعة عالية. كذلك يجب تقسيم المبخر إلى عدة دوائر متساوية في المقاسات حتى نحافظ على سعة المبخر. وهناك أشياء أخرى، تصميم الأنابيب الصحيح يعمل على ضمان التزييت، تزييت الضاغط، وخلق توازن في النظام التبريد، لأنه كلما زاد طول الأنبوب قلت سرعة السائل، مما يعمل على عندما تقل سرعة السائل يقل التدفق ويحصل هبوط في الضغط داخل المبخر،
وأنتم تعرفون أن دائرة التبريد أو نظام التبريد هو كله عبارة عن الضغط، فعند خلخلة في الضغوط هناك تحصل مشاكل ولا وتحصل عدم كفاءة في النظام. كذلك يجب أن يكون السطح الخارجي للأنابيب المبخر نظيفة حتى نحصل على تبادل حراري جيد. يعني بعد إكمال عملية اللحام يجب تنظيف المواسير. كذلك السطح الداخلي للأنابيب يجب تنظيفها بالنتروجين. أنتم تعرفون بعد عملية اللحام يحصل تكون مادة وتسمى خبث اللحام، وهي المادة السوداء. هذه تعمل مشاكل من ما تعيق التبادل الحراري، وكذلك تعمل أوساخ وانسداد في الصمامات أو الفلاتر. كذلك يجب اختيار أنابيب النحاس ذات الجودة العالية، ويجب أن تكون مرنة لتسهل عملية القص والثني. هذه من أهم الأشياء في تجهيز وتصميم المبخر. طبعا هناك شيء مهم جدا، وإن شاء الله سنعمل عليه فيديو في حالة تفاعلتم ونشرتم الفيديوهات بشكل أكبر، وهو طريقة تصميم أو حساب سعة هذا المبخر. سيتم عمل فيديو كامل، نحن الآن نقوم بجمع القوانين حتى نعطي فيديو مميز لكم إن شاء الله. يجب نشر الفيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي كالفيسبوك والواتساب والتويتر، مشاركة القناة مع طلاب التعليم الفني والتدريب المهني إن شاء الله، والدعاء لنا في مواصلة هذا المشوار، لأن هناك صعوبات وصعوبات كبيرة جدا خاصة في بلادنا اليمن السعيد. الفيديو القادم إن شاء الله سيكون موزع وسيط التبريد، وهو أهم شيء في المبخر، وهو بنتعرف على وظيفته، كذلك العوامل تعليمة التركيب، طريقة التلحيم، طريقة توزيع أنابيب الموزع على المبخر. طبعا بيكون فيديو قد تم تصويره وتجهيزه، يعني تصوير تطبيق عملي كامل مع الشرح في نفس الوقت. كذلك سيكون هناك فيديو الجزء الثالث، وهو العوامل اختيار موزع وسيط التبريد. سيتم تطبيق معادلات رياضية لكي نحدد طول الأنابيب الخاصة في الموزع الذي أمامكم الآن، وكذلك نوع الفوهة ومقاساتها وقطر الأنبوب. وإن شاء الله سيكون فيديو في غاية الأهمية حتى نحصل على كفاءة عالية للمبخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.